السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندما يجتمعان أشنو اللي غيجتمعوا؟ الموقع ولا فينيس؟ يعني الموقع والشقة. عندما يجتمعان قضية غتكون حامضة، يعني راك كاينة لافير إن شاء الله اليوم. غادي أنا بغيت صراحة نصور شقة تنشوفوا الموقع. المهم الشقة كتعجبني بزاف وكتعجبكم حتى انتوما، ديجا حطينا هذا الموديل وحماقوا عليه الناس. اجي بعدا نشوف الموقع وعاد نرجع نعطيكم التفاصيل. اخوان، الاشياء اللي غنقول لكم دابا مهمه جدا ولا بغيت تركزوا معايا. بالنسبه للدار فيها ثلاثه السكان، الدوزيام البروميال، والتحت عباره عن سوبليكس. عشاق السوبليكس راها باقا متوفره وغنطرق لها فيديو مقبل، لحقاش كبيره وخصها فيديو بوحديتها. حنا دابا غنشوفوا غير لي زابارتومون، جوج لي زابارتومون بحال بحال. بالنسبه للحي، الحي لاحظتوا باد فيزافي، يعني قدامك واحد المساحه كبيره. وهذا بحال هذا ما غاديش نقول لكم الشارع، ولكن كاينه اسباس كبيره، يعني ما كاينش البني هنايا بتاتا. وهذه البلاصه راه باقا من طبيعه الحال غتصلح وغيديروا لها واحد بحال شكل الجليج، تكون في الارضيات، في تكون في الحدائق. راه ان شاء الله قريب غادي بعد ما غيتسالوا بعض البنايات اللي راها خدامين عليها، راه غادي يديروا لكم داك الجليج ان شاء الله. كيعطي صراحه واحد الجماليه زوينه. كتعرفوني انا كنحاول ما امكن نكون صادق معكم في الفيديوهات ديالي. اول حاجه والاشياء سواء زوينه ولا خايبه راني ما كنخبعهاش، كنوريكمش. انا هاد الايامات عندي الزهر كاع لي زابارتمون اللي كيطيحوا عندي في هذا الموقع قرب المول. وهذا المول راني ديجا تكلمت عليه غير في الفيديو اللي قبل من هذا، في الدار اللي حطيتها بالفراش تنظن راني طرقت له مزيان. هذا المول يعني ما معنى المول، المول هو ان حداك كلشي. واحد البلاصه اللي زعما مروجه بزاف، وغتلقى جميع المحلات اللي تقدر تقلب عليها. هادشي علاش انا اصلا جيت نصور لكم هاد البلاصه هادي باش نبين لكم حتى البلاصه راه زوينه. يعني راه المول قدامي، كندخل مباشره. هذا هو الحي. طبيعه الحال ما ديوش دابا على الارضيه تقول لا موسخه، حاجه باينه راه مع المده راه كلشي غيتنقى، كلشي غيتقاد. فديك الوقيته غادي يشري غتلقى الثمن طلع. هذه هي الحي، هذا هو الحي اللي جات فيه الدار. الدار راها على اليمين ديالي. انا راه بامكاني نصور غير لابارتمون كاع ما نوريش هادشي كله، ولكن انا كنحاول ما امكن نكون واقعي. حتى بنادم اللي غيشري غيعرف الصغيره والكبيره والزوينه والخايبه، هادشي اللي كاين. هاد جوج دقائق اللي خديت من وقتكم عرفناكم بالموقع مزيان، ودابا اجي نشوفوا الشقه. كما قلت لكم سبق وقلت الدار ثلاثه ديال السكان، جوج لي زابارتمون او دوبلي او سوبليكس. كدور على اليسار ديالك كتلقى هاد المطبخ. مطبخ رفيع كما قلت لكم، مقاول ديجا حط واحد الموديل شبيه لهذا تقريبا، غير هذا شويه ضاف بعد التعديلات. طبيعي الحال التجهيزات الالكترونيه راه باقي غتكمل، الهوطو والفول والبلاك والى اخره، كلشي غادي تحط بلاصه الثلاجه. ها هي المساحه ديال هاد الشقق، البروميير ولا الدوزيام 90 متر. الدار اير بلس 2 متوفره في الطابق الاول والثاني، غير هي هاد الفصاله هادي ما عرفتش علاش بزاف الناس كيحبوها. سؤال عندي، يعني اغلبيه الناس كندوروهم كيوصلوا لهاد الشقه كتعجبهم، شنو الغريب ولا شنو هو الحاجه اللي كتميز بها هاد الشقه؟ رغم تقريبا كاع الشقق اللي كنحطهم راهم مزوونين. فيها جوج حمامات، حمام كبير رئيسي وحمام وسط ثانوي، يعني وسط غرفه. الحمام هذا الشيء الزوين فيه مساحته كبيرة. المساحة عنده كبيرة بزاف. لدرجة أن أنا دخلت وبديت كندور في الحمام. كنخرج من الحمام هذا كنلقى أنفاس معايا غرفة حتى هي فيها حمام.
وبالكون. الوجهة ديال الشقة قبلية، يعني مشمشة مزيان، خصوصا في الصباح، الصباح كامل الشمس ما كتغيبش على الفصاد وعلى الشقة. هنايا كاين يعني غرفة سويت، كاين بلاكار، وكاين حمام، وكاين بالكو. الصالون شكل الصالة، هاد السيتي صراحة دائما ما كيجي مزيان في كاع لي زابارتمون. الارابيسك، الارابيسك بالاضاءة ليد صراحة كيعطي واحد الجمال، واحد الزخرفة تقليدية للصالون المغربي الاصيل. السقف بهذه الطريقة كيجي زوين، حتى الناس اللي عندهم شي صالون يقدروا صراحة يستعملوا هاد الشكل وهاد الستيل هذا، كيجي زوين، كيجي زوين في الصالونات مع الفراش، كيعطيه واحد الأناقة. يعني هذا هو الشكل ديال هاد الشقة هادي. التصميم، التصميم صراحة هذا مقاول ما بغاش يخرج عليه، لحقاش لقى واحد الإقبال، دونك بقى دائما في نفس التصميم، ولكن مادام كاين الإقبال راه لا داعي باش يغير، كيضيف إضافات وصافي في الإضاءة، بعض لمسات خفيفة، ولكن تبقى التصميم هو. وانا صراحه كنشجعوني تيبقى على هذا التصميم ما يبدلش. وهذا الشيء اللي كاين الاخوه الكرام بالنسبه للثمن 56 مليون، وفيها الدعم، الدعم ديال 7 مليون. هذا الشيء اللي كاين، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم حول هذه الشقه، واش زعما هذا الشيء اللي قلنا عليها واش كاين ولا ما كاينش. موقع اليونس، اليونس مدينه القنيطره، وراكم شفتوها قرب المول، قرب المحلات، محلات تجارية، ترانسبور، نقل، أسواق، مدارس، مدارس حرة، كثير والكثير، كلشي حداك. لا داعية باش نهضرو على داك الشيء، لحقاش متوفر وبكثرة. هادشي اللي كاين الإخوان الكرام، وهذه هو الفيديو ديالنا اليوم. كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال، والناس اللي باقيين مداروش أبوني هذه هي المناسبة، وبغيت تفرجوا عليها الفيديوهات بلي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.